يلا حيهم. الحزام ما وضعوه إلا لحمايتنا بعد الله سبحانه وتعالى، والمقاعد لها دور في حمايتنا. ما قد سألت نفسك عن أأمن مقعد وأسوأ مقعد من ناحية الأمان؟ خلوني أعلمكم في معلومة في دقيقة. بيّنت الإحصائيات والاختبارات بأن أسوأ مقعد في السيارة مقعد ما جنب السائق اللي يسمونه الراكب، ويليه في المرتبة الثانية مقعد السائق نفسه كأسوأ مقعد أمان في السيارة، وفي المرتبة الثالثة مقعد ما خلف السائق، ويعتبر أأمن مقعد في المركبة الخلفي الأيمن اللي هو هذا اللي هنا. وبس والله هذه كانت معلومة بسيطة، ونشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. عاد أنا أستاذنكم، عندي مشوار. بسم الله.